اتفاقية تعاون إطارية تم إمضاؤها اليوم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والاتحاد الفرنسي للمهن والصناعات الفندقية، تنص هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي ووزير السياحة محمد معز بالحسن وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووالي تونس كمال فقي، تنص على فتح سوق الشغل في قطاع الخدمات السياحية والفندقة بفرنسا أمام 4000 شاب وشابة تونسي كل سنة على مدى 3 سنوات قابلة للتجديد ولفترة موسمية محددة، يتم في نهايتها العودة إلى تونس للاشتغال بقطاع السياحة الوطنية أو إقامة مشاريع خاصة في القطاع. هم في حاجة، سمعتم التصريح ليد عاملة كبيرة جدا تتجاوز 300,000 في فرنسا، وسيكون إن شاء الله نصيب في هذه اليد العاملة في فرص العمل لأبناء تونس من العاطلين اليوم هما على العمل، باش نقوموا بتدريبهم بالاشتراك مع الشريك الفرنسي في تونس، ثم ينتقلوا العمل في فرنسا في إطار عقود عمل تكون عقود عمل منظمة مهيكلة تضمن لهم حقوقهم فيها جميع الضمانات بتكفل من الوزارة، يمشيوا ويخدموا في فرنسا عمل موسمي. صحيح العمل الموسمي هذا باش يجي يتكامل مع العمل الموسمي في تونس، على خاطر خصوصا باش يكون في فترة الشتاء، ساهموا في تحسين الخدمات ونوعية الخدمات في تونس. أعتقد أنها شراكة مهمة، إذ تتوفر في فرنسا فرص عمل عديدة، ففي المجال السياحي لدينا الحرفاء لكن تنقصنا اليد العاملة المختصة، ولقد عملنا على امتداد 3 سنوات من أجل هذه الشراكة مع تونس، حيث سيعمل هؤلاء الشبان وفق عقود عمل، وفي الآن نفسه سيتلقون تدريبا مختصا لتطوير مهاراتهم في الخدمات الفندقية. séjour, enfin, j'ai de travail de courte durée, de pourquoi pas 6 mois.